يلا 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 ندرس، يلا 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 نبدأ، يلا 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 ندرس، يلا 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 نبدأ. أعزائي المستمعين المشاهدين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، مساء مليء بالمحبة، مساء مليء بالتفاؤل، مساء مليء بالإيجابية، خالي من الأحقاد والأضغان. نرحب بكم أنا وفصلي المحازم، فصل الأحمر أستاذ مشير الوصل الأحمر عايد الفارع، والزملاء والأصدقاء والناهضين بهذه الإذاعة ولبنة التنمية في 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 لبنة بناء هذا الوطن وعجلة التنمية. الله يحييكم. الله يحييك. معي الآن على يميني البطل والخلوق والمؤدب، أكمل ولا خذ راحتك، في بدر ابن فيصل مطيري. يلا حي ابو فيصل. الله يبقيك. يا مرحبا. يا مرحبا، كيف حالك يا بدر؟ الحمد لله. مساك طيب. نحمد الله. كيف العشر أيام اللي راحت؟ والله ممتعة، تجارب يعني ورا بعض كذا ومتعة. إيش استفدت؟ تعطني حاجتين بسرعة. حركت يعني عضلاتي وكذا، يعني زي ما تقول تمرين ومشي كذا. أيوة. مشيت كثير. أيوة. واستمتعت. طيب نرحب بالبطل القادم بقوة، مكسر الدنيا، محمد بن هاجس السبيعي. هلا أبو هاجس، يلا حيا. هيك. كيف حالك محمد؟ طيبين بصوتك. الحمد بصوتك. لله. كيف أمورك؟ طيبين. طيب. الحمد لله. كيف تشوف العشر أيام اللي راحت؟ صراحة أنا مرتاح فيها، مرتاح فيها، وكل يوم أطلع وأنا مبسوط، ما ودي أصلاً إني أطلع. بس في فائدة ولا ما في؟ في فائدة، أضحك. يا سلام. طيب ننتقل الآن، ينتقل المايك وتنتقل العجلة والدفة إلى بندر فقيه. يا مرحبا يا بندر. الله يحييك. يا أهلاً وسهلاً. الحمد لله. كيف حالك يا أستاذ بندر؟ الحمد لله. عساك طيب. الحمد لله. كيف التسع أيام اللي راحت؟ والله حلوة، وتعلمنا فيها صيني. أيوة. ولعبنا كورة. طيب. ولعبنا صوني. تعلمنا فيها صيني ولعبنا كورة ولعبنا صوني. بيت شعري زي الألف. يا السلام. طيب الآن تنتقل العجلة إلى الأستاذ القدير عبد الرحمن السلمي. حياك الله يا أستاذ عبد الرحمن. هلا والله. يا مرحبا يا عبد الرحمن. كيف تسع الأيام اللي راحت؟ بكل شفافية كل وضوح. لا والله العظيم مرة رهيبة. يعني حتى استمتعت فيها، كل ما بطلع أرجع أقول للسواق تكبر تكبر كذا. صدق؟ إي والله صدق، حتى هو يعرف. والله دائما أقول له أرجع تكبر. شاطري زمجام ما شاء الله. ودائما كذا نستمتع ونتعلم منه أشياء، وزي ما قلت أنا، إحنا ما إحنا جايين هنا عبث، إحنا جايين هنا نتعلم أكثر. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف انتقاء المفردات، ختام الفقرة وختام الشباب، ختام البداية أو بداية الختام. محمد ابن علي القحطاني. أرحب يا محمد. أجمل حال. يلا حيه. الحمد لله. كيف حالك يا محمد؟ طيب. كيف أمورك؟ الحمد لله. كيف شفت تسع أيام اللي راحت؟ ما جميلة، هو استمتع فيها، وناسة. ارفع صوتك، ارفع صوتك. وناسة هو. أيوه. تعلمنا أشياء كثيرة من بعد. تعلمت؟ وش تعلمت يا حمد؟ تعلمنا أشياء كذا ما أقدر أوصف لك، أشياء كثيرة. رياضية. إيه. وحلول. حتى عضلات انطلقت. ايوه. والمزرعه. ايه. وكذلك الصيني امس، الاستاذ المعلم الصيني امس. الله يحييكم جميعا. موضوعنا اليوم موضوع شيق جدا ورائع، وكل منا اكيد 100% قد
يعني مشى في خضم هذا الأمور اللي هو كسمعتوا بالفزعة؟ نعم. الفزعة؟ تعرفونها؟ طيب إيش مفهوم الفزعة؟ إيش مفهوم الفزعة يا محمد؟ الفزعة إنك واحد مثلاً يعني ما معه فلوس أو شيء. أيوة. وأنت تجي تدفع له. ممتاز. يعني تقول إن الفزعة ربما إنك تفزع الواحد بمالك عنده نقص ولا شيء. يعني فزعة بالمال. ممتاز. طيب يا عبد الرحمن إيش الفزعة؟ الفزعة مثلاً إنك يعني تساعد شخص بشيء ما يقدر هو يسوي. كيف يعني؟ يعني وضح. يعني مثلاً زي ما قال أستاذ محمد إنه مثلاً ما عنده فلوس تقدر تعطيه فلوس، يعني هذا الشيء إذا ما عنده أنت تقدر تعطيه أو تقدر تساعده بشيء هو يحتاجه. ممتاز. يعني أنت لفيت الإجابة محمد كذا في قالب ورد وعطيتني إياها. لا أعطني شيء ثاني. تقدر تقول يعني زي الأنضرب. أيوة. يعني هذه أوضح صورة أنا أقدر أوضحها بكلمة فزعة. يعني مثلا هذا واحد انضرب، أنت تيجي تفزع وتبعد عنه الناس هذه اللي قاعد. يعني أنك تكون مصلح. إيه؟ في أوقات المشاكل وكذا. إيه؟ كويس. طيب يا بندر إيش مفهومك عن الفزعة؟ فزع مثلا في يعني ناس قاموا ضربوا شخص، هذا شخص أكيد ما يقدر عليهم، يعني هم اثنين يعني في فزعة يعني أنت تساعد وتقوم تضرب معه، في فزعة أن أنت تفرقهم من بعض وتقوم تعوذوا من الشيطان. ممتاز. يعني تقول في فزعة محمودة وفزعة مذمومة. مذمومة. صح. يعني أنت تقول ذا الحين بعضهم يفزع وليته ما فزع. أيوة. زاد على الطينة بلة. وبعضهم تقول إيش مثلاً يفزع سمي عندنا يفرع يصلح بين الناس وكذا، لكن ينتبه بعض الامور المضاربه وكذا. في بعض الفزعات بدل ما يكحلها على طول يعميها. يا سلام عليك. ممتاز. صح عليك. طيب محمد ايش رايك على الفزعه؟ راي الفزعه مثلا لا كلمني اخوي هو متعطل ولا ضايقت عليه الدنيا ولا ظروف ولا شيء، اروح افزع له باللي يكفيه. يعني تقدم المساعده. اقدم له المساعده ولا اجيب له مثلا منقطع عليه البنزين اجيب له بنزين. ممتاز. طيب يا بدر. يا أنت قلت لازم، أنا ما في شيء عندي تحت الهواء. آه أنا كل شيء عندي واضح، أنت قلت خلني آخر واحد. صح. علشان عندك تبغى تسلسل. صح. عطني مفهوم الفزعة. الفزعة إنك تفزع للشخص على حق، طبعًا هو الأفضل على حق. إنك مثلًا خويك ما يقدر على شيء، أنت تفزع سواء ماديًا، جسديًا، شيء يعني مثلًا من هالكلام، عرفت؟ يعني إنك يعني تقدر إنك تفيده بشيء هو ما يقدر، يعني هو ما يقدر يسويه، عرفت؟ وهذه هي. ممتاز. طيب كلكم معلوماتكم واحدة متقاربة وصحيحة جدا جدا. طيب أبغى كل واحد يعطيني موقف في جعبة خوية. هاي بندر. كان ولد خالي صغير، يعني كنا قاعدين في حديقة نلعب كورة، فإحنا قمنا رحنا وخليناه، إن هو يتوقف ثاني أو ثالث خليناه خلي يلعب. بعدين جو ناس، يعني احنا كنا رايحين، قاموا اخذوا منه الكرة قاموا ضربوه بقوة، قال لك عشان يحسبون الكرة مو حقته. هم اثنين، قمنا انا وولد خالي الكبير اللي اكبر مني بثلاث اشهر، قمنا ضربناهم واخذنا منه الكرة وقلنا لهم ليه. وجهك الموقف يعني احنا انتبه تكحلها وعميتها. ايوه. اللهم لا حول ولا قوة. طيب هنا في موقف واحد ما ضربهم. في موقف واحد كويس يعني. طيب محمد عطني موقف. موقف الفزعة. كان في اثنين اعرفهم يعني وتهاوشوا، يعني صاروا مناقر بينهم، قمت انا خليتهم يصلون على النبي ويهدون السالفة وتصالحوا. ممتاز. ممتاز. يعني اصلحت بينهم. بينه. طيب محمد عطني موقف الفزعة. موقف الفزعة اخوي، كنا رايحين احنا وياه مخطط، راح اخوي كان يلعب بسيكله، في ناس اكبر منه جاوا هم حاقدين عليه، فقعوا كفر السيكل وراحوا. ايوه. عرفت بيتهم انا ورحت خذيت اخوي وخذينا معنا بعض الاشياء، خذيت اخوي ورحنا دقينا باب البيت، كنا طلعنا في نفس المخطط اللي احنا جينا تعودنا. تبون تصلحون يعني؟ لا.
يعني تبون زايد تلحق البندر. الله يبين وجهك ما شاء الله. والله مواقف ما شاء الله مواقف يعني مفيدة جدا. طيب يا بدر أعطني موقف لك. أنا ولد خالي ومن صغار الله يهدينا. الله كويس. كان فيه زحف بعض الشيء تقدر تكون بعض ما يمكن يعني ما شيء لا مو بعض الشيء ما بعض الشيء من الزحف. بعض الشيء مرتين عرفت. أيوه كثيرين مرة زحف. كنا نروح حديقة ما في إلا مرجعتين. يجون كذا أخواننا صغار كذا يجون يبغون يلعبون في فئة من الناس زينا عرفت. إحنا قومنهم كانوا يجون كذا يأخذون مراجع كذا يعني زحف. فكنا نيجي نمسك المراجع لين نمشي من العصر لين ثمان العشاء. ففي زحف عرفت يعني مستحيلين الشغل. فزعل إخواننا بس بزحف عرفت. ما شاء الله تبارك الله الله يهدينا. طيب عبد الرحمن هلا إيش موقف كنت من فجأة؟ موقفي كنت يعني وأنا صغير كنت في مدرسة قاعد كذا في الحصة فجأة أشوف أخويا اللي ضاربون وكذا وكذا وأنا قاعد أشوفهم يعني إيش فيهم ذولي اللي طلع صدق إنهم قاعد يضربون حسبتهم قاعد يمزحون. فجيت عندهم وأبعدتهم عن بعض وهذاك خليته في مكان وهذاك خليته في مكان. أي الله وجهك. هذا كلمته قلت له أنت إيش فيك إيش صار؟ قال لي هذا سوى وهذا سوى كذا يعني الفلان. يعني أخذت من الطرف الأول المعلومات. أيوة ومن الطرف الثاني. إيه. وبعدين قاربت وجهات النظر. أيوة وصالحته. ممتاز يعني واحد الله يوفقه إن شاء الله واللي ختمها إن شاء الله بسالفة طيبة. طيب حنا نتكلم الآن أنتوا أعطيتوا مواقف. مواقف صريحة مواقف حصلت لكم صح ولا لا؟ صح. وهذه مواقف طبيعية يعني الإنسان ما هو منزه وما هو معصوم من الأخطاء لكن أنتوا أعطيتوا لكن حنا ننبه إن الأمور اللي ذكرتوها طبعا إحنا ننبه الأمور غلط. نعم. إنك إيش شوف ما دام ما جاك اعتداء ربما إنك تتلافاه إما بي يعني الآن عندك حكومة عندك يعني أولياء أمورهم يعني ما دام ما في مدة يد وما دام ما كبرت المشكلة فالأمور تحل صح ولا لا؟ يعني ما زيد المشكلة بيش مشكلة زي ما قلت أنت ما شاء الله أعطيتنا مثال يا بندر قلت ما نبغى نكحلها بنعميها أنت كحلتها وعميتها الله ما ضرب وضرب عادي. أنت بديت بالسالفة ما شاء الله تبارك الله مع الشباب أنت سمعت فحنا أنا أبغى الأمور هذه ما تتكرر. طيب سؤال هنا لو تكررت لكم هذه المواقف هل التصرف اللي بتصرفونه نفس التصرف؟ لا 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 هيا محمد كبرنا خلاص تكلم نفسي تصرفي صحيح لأن تصرفك صحيح. شوف محمد إيش قال الآن؟ كريم أنا بتصرف نفس لأن تصرفي إيش؟ صحيح. طيب يا بندر لو عاد بكل وقت تتصرف؟ بذاك الوقت؟ لا إنه ليه؟ يعني لو تكرر الموقف عليك بتصرف نفس التصرف؟ لا باخذ من الكرة باجي اقول لهم لا الله يهديكم يا عيال وهذه الكرة حقتنا بس انا عشان بس ضرب ولد خالي من قوة كذا ضار حتى هو بكى. فانت انزعجت من ضربه ولا ما عليك من الكرة؟ ما علي من الكرة تاخذ عادي اجيب واحدة بخمسة ريال سالة. والله ما ظني يا بندر. طيب والله عادي. طيب يا محمد تقول لي انت عادي لو تكررت نفس الموقف بتتصرف نفس التصرف؟ مو بنفس التصرف تصرف يما اصلح عن قصتك انت اي يما اصلح ما بينهم يوم عندي أولياء أمورهم أروح وأتكلم معهم كلام عادهم يعني 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 محمد طرح مشكلة يعني اعتبر موقفه مشكلة وحلها إنه إيش يعني بدل ما أروح وأزيد المشكلة لأنك ما بتطلع بشيء إيش بتطلع فيه من فائدة أما إذا سعيت في حل الأمور وسعيت في حل المشاكل ربما إنك إيش يعني تسعى في إن المشكلة تقفل في وجهك. طيب بدل لو تكرر لك نفس الموقف بتسوي نفس التصرف ولا لا؟ اكيد انا احس الحين ثاني بضمير اني غلطت عليهم كان في شيء اسمه تفاهم كان بس يعني كنا صغار عرفت ما نعرف الاشياء دي. طيب يعني الواحد يكون له كنترول صحيح. في افعاله في اقواله في اموره في امور الحياه يعني ما تفعل اي تصرف ولا تتكلم اي كلام لين تحسب له حساب صح ولا لا؟ اكيد. بيض الله وجهكم فاصل ونرجع للمحاور الشيقه.
بس قول مشتاق وانا اقول مشتاق وتعانى قتل اشواق منا ومنا تقول مشتاق وانا اقول مشتاق وتعانى قتل اشواق منا ومنا بغيت اسوي للتوجد هاشتاق وطلع علي سلم من سلوم اهلنا وطلع علي سلم من سلوم اهلنا اخاف من بعض السوالف تنساك وقال عنا شي ما هو بعنا حسادنا يسعون في قطع الالزاق عليك يا رب العباد اتكلم. عدنا لكم بعد هذا الفاصل والله يحييكم. طيب كنا نتكلم عن لو تكرر المواقف اللي ذكرتوها هل تصرفوا نفس التصرف؟ وأنتوا كلكم ما شاء الله ذكرتوا مواقف وذكرتوا بعدها إيش الحلول. طيب إيش بوجهة نظركم الفزعة المطلوبة والفزعة المذمومة؟ هاي بدر. الفزعة المطلوبة اللي هي على حق، اما المذمومه اللي تكون تدري انك مخطي وانت مخطي مع ذلك تروح يعني تجادل في الموضوع. اي بالضبط. كيف على حق مثلا؟ على حق مثلا اخوك انضرب مثلا وهم اللي ضربوه زعلانين انك جيت بيته وكلمته عن الموضوع ذا، يعني زي ما تقول انهم يعني يقولون ما ضربنا احنا ما سوينا شيء، يعني يجحدون مع ان الولد متذي، عرفت مثلا؟ هذه هنا انت تضطر انك تفزع. اما اذا كان اخوك ضارب ورحت تروح تفزع على هذه بدون سبب، واذا كان احنا يا بدر شوف احنا ما نبغى نحصر مفهوم الفزعه على المضاربات والمشاكل، هذا مفهوم اصلا ضايق جدا. مفهوم المضاربات الفزعه والمساعده ترى مفهومها واسع جدا، لا من ناحيه زي ما ذكر محمد بالمال، زي ما ذكر كذلك محمد بالحمد القحطاني، زي ما ذكر مثلا مساعده حياتيه مثل واحد انقطع عليه البنزين، صح ولا لا؟ انا بفزع له يعني، انا يعني فرشت كربه له، ومثلا واحد عنده ضائقه ماليه مثلا كبير سن يبغى يقطع الشارع مثلا، اخواننا ذوي الهمم او مثلا يبغى له مساعده يبغى له شيء، اخوك يبغى له مساعده فزعه انك تذاكر له ولا تسمع له، ولا واحد في الشارع كبير سن عنده اغراض يبغى تروح انت تفزع له تشل معه، هذه كلها من باب ايش؟ حسن الخلق. طيب بندر زي ما ذكر بندر في شيء فزعه محموده ومطلوبه، في فزعه ما مذمومه، ايش الفزعه المطلوبه والمذمومه؟ مثلا يعني كيف تبغى مضارب ولا شيء ثاني؟ لا بشكل عام بقول شيء ثاني. خليني اوضح لك السؤال اصلا. الفزعه قلنا ايش؟ هي على مسارين، فزعه محموده وفزعه مذمومه. مذمومه ايش يعني محموده؟ فزعه محموده يعني فزعه على قولتنا فزعة حلوة وفزعة طيبة، وفزعة مذمومة يعني فزعة سيئة، زي ما قلت تكحلها وتعميها، وفزعة لا تفزع. ايش يعني؟ مثلا ارفع صوتك كثير. مثلا خويك متعطل انت تساعده، والمذمومة هي يوم يكون خويك متعطل وانت قلت تذله وما اعرف ايش انا كذا، هذه مو فزعة. اجابة حلوة من بندر، شفتوا كيف وظف الاجابة؟ وظفها بإجابة واحدة، قال أنت تقدر إيش تفزع لخويك ومثلا بنزين ولا سيارة، وفي إيش بعض الفزعة مذمومة إني أجي أفزع له بس إيش تذله أفزع له. والله إجابة ذكية يا بنت، ممتاز، يا ليت تعطوا بندر نقطتين إذا قدرتوا، عرفت؟ إجابة بندر رائعة دبلوماسية حلوة. ليش؟ لأن أنا بفزع له فزع له، بس باجي فزعة أفزع له وخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا أجي أذله ترى فزعت لك، تذكر تذكر أن فزعت لك، نسينا الفزعة خلاص الله لا يشكي فزعتك، صح ولا لا؟ ممتاز يا بندر. طيب محمد إيش الفزعة المحمودة وإيش المذمومة؟ سي سؤال. محمودة على حق والمذمومة ما هي على حق. مثلا جاء واحد
شو اسمه خذ حقك خذ حق اخوك تروح تاخذه منه بهدوء كل طيب طيبه نفسك. هذه المحموده. هذه المحموده يعني انك تروح اي تسلم عليه ما دام ما في مده يد ما دام ما في غلط انت ما تكبر المساله. قول ايش تقول لو سمحت لو سمحت ايش القصه ايش القضيه ايش اللي حصل انت تبين انك ما تبغى تكبر المساله ممكن انك فاهم غلط صح ولا يمكن يجيك اخوك فاهم غلط ولا تفهم القصه غلط ولا تروح ما تدري ايش القصه اللي قدامك وتجي تتفاجئ انك تصير بدل ما انت تبغى تكون صاحب حق للحق عليك يعني تكون مخطي. ممتاز يا محمد. من اللي باقي؟ عبد الرحمن انا ومحمد. طيب عبد الرحمن ها المحموده مثلا زي هذا الشخص هذا الشخص الفلان صار له شيء يعني تعطل فيه او يعني زي كل شيء يعني زي جسديا وكذا وصار كذا فانت لازم تساعده بس لازم يكون على حق. انا ادري انه هذا الجواب زي بدر بس انا يعني هذا الشيء الصح يعني. طيب ممتاز يا عبد الرحمن. شوفوا فيه يا شباب عشان نكون نوع محاور شوف فيه اسلوب القاء واسلوب اعطاء الاجابه. طيب هو نفس اجابه بدر صح ولا لا؟ بس ايش قال هو؟ قال ما ادري ان اجابتي نفس اجابه بدر لكن برر اجابته باسلوب حلو. في الاسلوب ترى رائع جدا يا عبد الرحمن. كويس يا عبد الرحمن ممتاز. طيب محمد ايش رايك؟ الفزعه المحموده انك ناس يعني عندهم حرب او يبغى شيء تروح تبرع له سواء بفلوس سواء بملابس سواء يا سلام مواد صحيه سلام يا سلام. اما انك تروح وتطقطق عليهم وتقول لهم انا اسوي اشياء تخليكم تزيدون من اكثر واكثر يعني يعني يغلف فزعته بمنه ويذلهم زي ما ذكر بندر او انك يعني تسب السبب هذا نفسه انك يعني تشتم. طيب شوف بقول لك شيء هذه الاخلاق مثل الفزعه والمساعده هذه اخلاق عامه يعني عامه نعم. ولا الاسلام وجبها علينا؟ الاسلام وجب علينا الاسلام اوجبها علينا يعني الاسلام حث على هذه الامور كلها ولا يعني قبل كل شيء ترى عندنا فزعه بس فزعه رسميه عندنا انك تدفع الكتاب لا ايش الفزعات اللي عندنا احنا فزعه رسميه من الحكومه من ناحيه ايش الحكومه حساب المواطن من ناحيه الجمعيات الخيريه اي صح من ناحيه الامور اللي تقدمها الدوله من ناحيه حتى يعني زي ما ذكر بندر كويس اجابته حلوه الشرطه شرطه ايش فزعه كل شيء حميد يهتم فيه الاسلام هذا توجه ليش لحكومه الرشيده والدوله الله يحفظهم. طيب ممتاز ننتقل محور اخر الفزعه هل ممكن انها تنتقل من فزعه الى هياط؟ ايوه نعم نعم ممتاز. كيف يا بندر؟ مثلا يكون خويك دقيقة قبل ما تكلم احنا قلنا ينتقل للهياط يمكن بعضهم ما يعرف الهياط ايش مفهوم الهياط؟ شو الهياط يا بندر؟ برجع لك مثلا سويت شيء ويعني تتفاخر فيه بزيادة كأنك يعني تبدا تدل الشخص ممتاز بزيادة بشكل مو طبيعي يعني تسوي شيء ما تقدر تسويه بالضبط يعني مثلا ايش؟ مثلا انا بقوم اطيح هذا البيت اللي قدامي بيدي اقدر؟ لا انا ممكن اطير في السماء اقدر؟ في ناس هذا اللي هو الهياط يعني انك تقول شيء بس ما تقدر تسوي عرفت؟ طيب ايش ممكن هل ممكن انها تكون من فزعه الهياط؟ هذا قوي على السيف كان يقول انا بسوي كذا انا ما اعرف ايش في النهايه اول ما جاء وقتها قام يغير على طول السالفة قام ممتاز يسولف أي شيء يقول والله سوي زي كذا أنا إحنا نقول له طيب متى راح يصير أجي يقول لي أي تفتكر ذيك السالفة تتذكرها يوم كان ذكره إحنا نظل له طيب ليه قاعد تهايط من أول وراح تفلتهم صدق بعضهم ما يخلي حد حاله والله أنا قسم بالله أنا ما عندي في حد وأنا إذا جت المشكلة الأول وأنا بس لو جل جد
مخفي. منيح صح ولا لا؟ طيب محمد، هل ممكن انها تتطور من فزعه الى هيوط؟ نعم، يعني مثل انك تقول تهايط على شخص اضعف منك او اصغر منك. ايوه، اني انا اقدر الحين اضربك واسوي فيك كل شيء ولا حد يقدر. يعني اروح افزع مثلا انا كبير بالسن، واروح افزع مثلا اطفال يتضاربون صار واجي هايط اسوي فيها تراني انا الاكبر وانا اللي انا الكبير اللي بقلتكم. يعني ما عاد يفزع قد هياط صح ولا لا؟ طيب ايش رايك عبد الرحمن؟ انه مثلا الهياط شخص، هذا الشخص يتقوى على هذا الشخص، يعني هذا الشخص يكون اضعف منه يعني بذا الشيء. او المعنى الهياط انه يقول انا اقدر اسوي هذا الشيء بس هو في النهايه ما يقدر. ممتاز، تكلم عادي. طيب محمد ايش رايك محمد؟ هياط، هل ممكن تطور الوضع من فزعه الى هياط؟ الهياط مثل وضح لي شوي. طيب اقولش احنا وضحنا قبل، هل ممكن مثلا اقول ايش؟ قال واحد تكفى افزعلي افزعلي. طيب افزعلك بايش؟ اباك تكفى تشل السياره بيدك. تقدر تشل السياره بيدك؟ ما عاد يبلع، هذه هياط بسطحه، هياط صح ولا لا؟ هذه مفهومه. طيب من اللي باقي ما قد طرحنا له؟ كلكم طرحنا لكم صح؟ طيب ما اللي حصل معه موقف وهايط؟ يعني كيف؟ هاي بدر ما اذكر والله، ما في صدق، ما اتذكر الصدق. مو قبل شوي مرجيحة، مرجيحة والحديقة اللي قبل شوي تسق علي. اعرف هذه، اعرف هذه. ايوه انا اوقعك في الكمين. طيب هذا الموقف اللي حصل لك صح؟ طيب ايش الموقف اللي حصل لك وهايط؟ على ما اتوقع، على ما اتوقع انا وشخص كان اسمه علي السيف. لا لا تذكر اسامي، تذكر اسامي الله يرحمه. مسي عليه بالخير، قول مسي عليه بالخير. السلام عليكم. طيب كنا احنا وياه نمشي، وانا كنا مع بعض وكنا نلعب ما اعرف ايش، وقل بفزع لك وما كذا. اول ما جاء وقت الفزعه يوم كذا صار ضدي. صار ضدك؟ اي على طول. هذه طيب. ممكن مزح، ممكن مزح بينكم ولا كذا. طيب يا محمد، متى اخر مره هايط؟ هياطنا على قد فعولنا احنا. يا سلام، هياطنا على قد فعولنا. طيب كيف يعني؟ يعني كيف يعني؟ ما هي كل ابوها على طيب. على قد فعولنا اصلا. طيب لا وضح. قد هايطت مره، قلت والله اني اجيب لي حصان عند البن. ايوه. وجاء الحصان. وكسر يدي وباع ابوي. يعني هايطت هايطت ودورت عليك. ايوه دورت علي، بس هياطنا على قد فعولنا، جاء الحصان وجاء كل شيء. ايش يقول الشاعر؟ يقول يقول مهايطتنا كل ابوها على طيب، ما همنا المترديه والنطيحه، ومهايطتنا كل ابوها على طيب. لكن رجالي هايط ويفعل صح ولا لا؟ صدقت. ويكون عاقل. نعم على الطيب، ما هو على بعضهم هايط، بعضهم شوف بعضهم يوظف الهياط مثلا في الكرم، احنا شفناه صح ولا لا؟ صح. بعضهم اذا كرم واحد ضيفه ولا بالغ في اكرام ضيفه قال هذا مهايط، هذا مو مهايط، هذا ما كرم ضيفه صح ولا لا؟ يا اخي حاتم الطائي حاتم الطائي كان جاه ضيف مره وما معه الا فرسه، ايش سوى؟ ذبح فرس، قتل الفرس وعشى ضيفه. هل هو مهايط؟ لا. شوف الهياط في الطيب، ما هو بس بشرط انه ايش؟ ما هو بيجيني بدر واذبح له مثلا خمسه ذبائح ولا ست ذبائح ويقرط عليها الحاله صح ولا لا؟ لا، انا بذبح خمس ذبائح بادعي حضور اللي بياكلها كلها صح ولا لا؟ صح. ها ايش عندك؟ انا عندي قصه صغيره على عجاله. وش هي؟ مره كان فيه رجال فقير ويا مرته، جاوا الرجال سيروا عليه جديدين عليهم، ضيفهم. ويوم راح المره قال يلا سوي العشاء، قالت ما عندنا ولا شيء. قال يا بنت يبقى، قال لا، قالت ما عندنا ولا شيء. ما جلس عندهم شوي، اي جلس عندهم شوي، جلس يو في تجي دنه معرضه فيها ثلاث مفطحات، طح واحد مفطح من دنه كذا متقز، لقى جالس كذا. يوم شافه في تشوفه المره قال فدعيه، قالت الحق 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 على العشاء الحق. قال وينه؟ قال عني ذاك، والله واخذهم قد مرضيفانه وعشهم. يوم خلصوا وامسوا عنده دلهم على دربهم
راح يوم قالوا قلنا على درب كذا فلان كذا كذا قال لهم على درب بيض وجهك اصغر من حقته عشان الوقف الوقت يا قصتك حلوه صح ولا لا يعني نستنتج منها ان الكرب ما يصنف من الهياط الا في حاله الاسراف او في حاله التعدي الحدود صح ولا لا تعدي الحدود بشكل كبير 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 يعني زي ما ذكرت لك انا ما بيجيني بدر ومثلا اذبح له 5 ذبائح ولا 6 ولا 7 ولا 10 ذبائح وهو يجلس على انا شفت مره مقطع فيديو ذابحين ممكن 5 ذبائح وكل ذبيحه عليها واحد هذا شيء هذا هياط واسراف مذموم يعاقب الله عليه ممتاز ايش قصه سيدك بندر بسرعه في كان واحد فقير توقع ايام الصحابه وكذا كان بس جورج تم سوي له اكل يبلي الله يكفيهم ايوه وجاء ذا الفقير يجي يقول ابو اكل ما عرفت قام اخذ الزوج قام اعطاه للفقير شفت تقول ليه وما اعرف كذا جاء قال لها يعوض علينا الله سبحانه يعوض علينا الله نحن يمدينا ناكل ان شاء الله بس هو ما قد اكل بعدين ربي انعمهم وصار ياكلون زين واحسن ممتاز يعني الله سبحانه وتعالى يعوض بفعل الخير يعني هو ما هايط هو بعضهم يفكر هياط انا بعطيك العيال لا هذا ايش يقول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ممتاز يعني انا ربما اني محتاج المويه هذه لكن عندي واحد بيموت يبغى المويه اجي انا ايش اسوي انا تفضل اشرب في قصه سريعه زي ما قلت من ناحيه هذا الموضوع الحين دخلنا موضوع الموضوع فيه غزوه اليرموك عكرمة بن أبي جهل الصحابي وأعمامه اثنين قاتلوا في هذه المعركة وكلهم صاروا يحتضرون في آخر الأنفاس فعطوا الموية الأول قال لا عطها فلان يحتاج أكثر مني قال عطها الثاني قال لا عطها الثالث يحتاج أكثر مني قال لا رجعها الأول رجعها الأول مات راح للثاني مات راح للثالث مات هذا إيش ما يصنف هياط صنف إيش كرم ويصنف انه يؤثر إيه ايثار على النفس ممتاز 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 طيب ايش اكثر موقف شفت فيه الواحد يهايط شفت لك واحد فيه هايط يا بدر هايط هياط هياط مره الله يستر عليه الله يستر علينا وعليه اي لا تذكر اسم ايش الموقف والله ما يصلح اقول يعني خل محمد يقول مره هايط مره الرجال وصل مواصيل طيب بالهياط. طيب يعني مواصيل غير محتمله شيء طيب. ما حد يقدر يسويه يعني ولا حتى هو ما سوى طيب بندر اكثر واحد شفته هايط واحد معي بالفصل اللي انت قلت بدون ذكر اسماء طيب هايط يقعد يشتم اي بس بدون ذكر اسماء طيب ايوه محمد اكثر واحد هايط انا قلت صار لي موقف وصار فيه شيء ومدري ايش قام يعايرني طيب عليه دقيقه يا محمد فاصل ونرجع لكم نحاول شيء ان شاء الله قبل لا يحين
تكسر الصلفين هذه سنة الأحباب والحب وشروعه فقدت الونس واصبحت في دائرة التخمين أحضر رجا في رجوة شبه مقطوعة عدنا لكم بعد هذا الفاصل والله يحييكم. قلنا مع محمد، محمد قلنا ايش اكثر واحد شفت فيه واحد يهايط؟ كان صار لي موقف وقام يعايرني فيه. المهم جاني ذيك المرة قاعد يعايرني يعني تشمت فيك؟ ايه تشمت فيه. قام قال خويا انت ليه ما ترد عليه؟ قلت ارجع خله في حاله. يقوم خوي هذا يروح يمسكه يقوم يروح يمسكه ودقه ورجع لي. خوي كل يقول لي ما ترد عليه. ايه. طيب هذا موقف فيه. طيب ممتاز. طيب لو حصلت صديقك واحد من اصدقائك يهايط ايش تقول له يا بدر؟ يهايط هياط 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 هد حبيبي. سلام. قول له هدي يا حبيبي الهياط ما هو بنافعك. يعني هد يهدي صدقني. ايه هد وتعوذ من الشيطان. صح. طيب ايش تقول يا بندر اذا شفت واحد يهايط من خيار؟ لا شفت واحد يهايط بجي اقول له يعني بالحقيقه بجي اقول له ترى الهياط بعدين ترى بينقلب عليك. ممكن اذا انت هايط ممكن انت تنجلد اللي انت هايط عليه وكل المدرسه يضحكون عليك. يعني الهياط شيء مو حلو. يعني لا تهايط نصيحة مني. لا تسوي شيء الا وانت بتفعل صح ولا لا؟ طيب محمد تجي تهايط على ضعيف يجي هايط عليك. ما اذا هايطت على ضعيف وضربته يجيك اقوى منك ويجي يضرب. يعني يدور الزمان يدور الزمان. يعني سواء تشمت زي ما ذكر محمد ولا هايط بيدور الزمان ويجيبك لين يجيبك. طيب انت عبد الرحمن اذا واحد قال لي اذا قام اذا شفت واحد يهايط قدام قام يهايط قدامي اقول له هدي اللعب الحين لا اقوم عليك. الله يرحم والديك. الله يبيض وجهك. هذا طبق يا اخواني مشاهدين هذا طبقك حلافع معه. يعني بهدوء بهدوء. احنا قلنا ايش من اول حلقه؟ انا بطلع بشيء مثمر. قلنا يعني اذا شفت واحد يهايط ولا شيء لازم انك تهديه بس باسلوب طريقه ما تزيد الطين بله. طيب ممتاز. طيب مالي تقول لي عندك قصة؟ لا عندي حديث. إيش الحديث؟ يقول لك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فليكرم جارة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر فليكرم جارة فليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليش؟ يكرم جارة. وإيش؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة فليكرم. طيب في حديث بعد عن إيش؟ يعني الواحد يستذكرها احيانا بوضع الفزع ووضع زي مثلا ايش احدث الغضب. من اللي يحفظ احدث الغضب يا شباب؟ تقول ايش هو يا بدر؟ فيما معنى الحديث ان ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. يا سلام عليك. طيب هو ذكر حاجه مهمه قبلها قال فيما معنى الحديث انت الان اذا تدري انك مثلا تخطي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ت... لا ت... لا, ت... لا تقول الحديث. تقول فيما معنى الحديث لان الحديث ايش مقدس.
لكن الآية القرآنية ما ينفع تقول فيما معنى الآية. يجب الآية من قرآنية كاملة ولا تسكت. لكن الحديث لا، أبوصل لك معلومة زي ما ذكر بدر، أنا بوصل لك معلومة دينية. طيب ما في حديث بس ماني حافظه، بس عندي معناه. ايش اقول انا فيش فيما معنى الحديث؟ قال ليس ايش الشديد بالصراع، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شفت معنى الحديث؟ دقيقه الحديث الان اللي قاله، طيب النبي صلى الله عليه وسلم اوصى وقال الشديد، ما الشديد ما هو بالغضب ولا هو باللي يعني يرفع صوته ولا هو باللي يتمشكل، الشديد القوي اللي يمسك نفسك عند الغضب. يعني اذا ما حصل شيء يحتاج انك تتكلم، يحتاج انك يعني في اقصى 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 الحالات انك تدافع عن نفسك، صح ولا لا؟ امسك نفسك، هذا شديد. طيب فيه كذلك في حديث كثيره تحث على ان الانسان يمسك نفسه، وان الانسان اصلا كان عندنا ايش، كان عندنا محور ان شاء الله نتطرق فيه في الاذاعات القادمه، اللي هو ليش الدفاع عن النفس. حلو، شوف رياضة الدفاع عن النفس رياضة. أنا كنت أتكلم الشباب أقول هي طريقين، الشباب التعامل مع صغار السن أو الأطفال وليش والدفاع عن النفس، هذه أكثر حاجتين يضبط الواحد فيها نفسه. فايش قلنا إحنا الآن؟ إن الواحد يعني من مكارم الأخلاق، يقول يعني في معنى الحديث إن فيه منزلة في الجنة لمن حسن خلقه، صح ولا لا؟ طيب انت الان لو حسنت خلقك يعني تفاديت كثير من الامور، تفاديت المشاكل وتفاديت حتى في الفزعه. بعضهم بيجيني فلان او بيجيك واحد يفزع لك، مثلا حصل بينك يا بندر وبين بدر مشكله، صح ولا لا؟ حصل بينك مشكله انت وبدر، جاء مثلا محمد مثلا بنقول الله يكرمه يعني سيء خلق، وجاء مثلا محمد القحطاني حسن الخلق، صح ولا لا؟ طيب وجاء محمد السبيعي، من تقبل اكثر يا من تقبل الكلام منه؟ يعني لو جاك يقول خلاص، هل تقبلها من مثلا محمد السبيعي اذا هو سيء خلق الله يكرمه يعني، ولا محمد القحطاني؟ تقبلها من اللي ايش خلقه حسن. صح. يعني انا خلقي حسن باجيك اقول يا شباب خلاص هذه تصرفكم غلط وانتم اخوان وكذا، انت بتتقبل، صح ولا لا؟ على طول تتقبل النصيحه. لكن لو جيت انا وانا سيء خلق يا شباب خلاص، تقول انت ايش اول شيء حسن خلق، صح ولا لا؟ تشوف متمشكل مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان ويجيك يوصيك، تقول انت اول شيء ايش حسن خلق نفسك. ممتاز ممتاز جدا. طيب تفضل احمد. انا عندي كلمتين شعر في الهياط. طيب اسمع كم، ركز على الكلمة الأخيرة. طيب. كم صبي في الساعة لا حز وفايلة، يوم نشب المشطف دقني لا ماله وجود. يا سلام يا سلام. يعني لا خلاص، لا جات وقت الهدة ما تشوفه. يعني واحد يكثر هرج. إيه. أما يفعل ولا إيش؟ ولا يسكت، صح ولا لا؟ سكتي. طيب. قلنا إيش الهياط؟ خلنا نعرفه يعني التعريف ليش؟ في اللغوي اللي هو ايش؟ الخروج عن الطبيعي من الافعال والاقوال بحثا عن جلب ليش؟ الاهتمام واستقطاب الاثاره، صح ولا لا؟ ابشر ابشر بالفزعه نسمعها وايش؟ ونثني على لسان قائلها اذا كانت فزعه ايش؟ ايجابيه. يعني ايش مثلا؟ يعني لا قال ابشر واحد ابشر والله بالفزعه ابشر والله بالعلم الطيب، لكن في الشيء الايجابي والشيء اللي ايش؟ ينفع؟ لا، انت تقول بيض الله وجهك وفزعتك محلها وعلمك طيب، صح ولا لا؟ من ناحية إيش؟ اللي يفزع المحتاج، ولا اللي يفزع المسكين، ولا اللي يفزع الراعي الحاجة، ولا مثلاً فلان عنده ضيوف ولا مع حق الكرامة ولا حق ذبيحة، صح ولا لا؟ فزعته بذبيحة ولا بكرامة أو بالنص، تدري حتى النصيحة فزعة، صح ولا لا؟ صح. إن إيه المضاربة ولا الفزعة والمشاكل هذه كلها إطار إيش؟ إطار قليل قليل جدا جدا من 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 مفهوم الفزعة ومفهوم الهياط ومفهوم هذه الأمور كلها، صح ولا لا؟ طيب نبغى شوف أنا بعطيكم قصة في الفزعة المشهودة في التاريخ. وش هي بالضبط؟ في فزعة فزعها واحد من الصحابة، فزعة مشهودة في التاريخ.
قيل لي من صحابي تجاه النبي. ايوه عرفت ابو بكر يوم الكهف يوم جوه الكفار ونام بسريره. ممتاز. إيه لا ما هو ابو بكر. لا من اللي نام بسرير النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر عثمان. والله اني نسيت علي بن ابي طالب. ذكر الله. ايوه علي بن ابي طالب وهو صغير في السن. يمكن في سنكم ولا اكبر شيء بسيط. ايش سوى قريش؟ يبون يقتلون النبي. عرفت يا محمد؟ يبون يقتلون النبي قريش. حاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح. جاء علي بن ابي طالب ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، طلع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل قريش نايمين. ايش كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجعلنا الليلة وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ثر التراب فوق رؤوسهم ومن مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر. طيب هذه فزعه. طيب الفزعه الثانيه وش هي زي ما قلت انت؟ حقت الكهف. ايوه يوم جاء صحابي لا عائشه صح؟ كانت تجيب لها الاكل. لا من؟ انا اذكر الموقف بس من ناحيه الاسامي والله اني ناسي. طيب الموقف في الكهف من اللي كان معه؟ ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر. أبو بكر الصديق. صح أبو بكر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو صديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. أبو بكر. من هو صاحب النبي وخليله واللي ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلام ولا شيء اللي هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه. طيب طيب ال 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 هم في الغار ما في قصة في الغار حصلت؟ إلا. إيش هي؟ العنكبوت اللي جاء غطى عليهم. لا هذه معجزات. لا لا انه ايدي عندي سؤال. في فزعه حصلت من ابو بكر للرسول الغار. وش هي؟ نشوف تطلعاتكم الدنيا. ايش سوى ابو بكر؟ غار حراء. في غار حراء جاء كان فيها عقرب. يا سلام عليك. بيقرص النبي وجاء ابو بكر خلاه. ممتاز. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ نايم على فخذ ابي بكر. وكان فيه جحر عقرب. اي فيه جحر طلعت منها عقرب. ايش سوى ابو بكر؟ قفل الجحر قدم جات العقرب ولقصت ابو بكر. لقصت ابو بكر. ايش سوى ابو بكر؟ من قوه الالم دمعت عينه. الدمعه هذه فين راحت؟ وقعت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. صح النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذا ابو بكر له فضل عظيم على الاسلام. بيض الله وجيهكم الله يوفقكم. اذاعه حلوه معلومات رائعه جدا. نشكر المستمعين والمشاهدين اللي اعطونا من وقتهم وان شاء الله نلتقي بهم في اذاعات اخرى ونكمل مدرستنا اليوم بجد واجتهاد وانتظام ومحبه بينكم صح ولا لا؟ وانا والله فخور فيكم جدا جدا. وصل الاحمر. هل عندك كلمه ختام؟